قالت وزارة الخارجية التركية إنها تعتبر العلاقات مع مصر مهمة للغاية لاستقرار المنطقة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيليجيتش أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، وأن تركيا تولي أهمية للعلاقات التاريخية والثقافية المشتركة. وأشار بيليجيتش إلى أن هدف تركيا يتمثل في زيادة نقاط الاتفاق في القضايا الثنائية والإقليمية وتطوير تفاهم مشترك مع مصر. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد صرح بأن العلاقات المصرية التركية يجب أن تصاغ على المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية المستقرة، بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وعدم السماح بأي نشاط على أراضي دولة في إطار زعزعة استقرار أي دولة أخرى. وأشار شكري إلى أن هناك تمثيلا دبلوماسيا متبادلا على مستوى القائم بالأعمال بين مصر وتركيا، ويجري عبره الحوار السياسي الطبيعي. نحن نتوقع بأن تصاغ العلاقة المصرية التركية على المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية المستقرة، بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية، حسن الجوار، عدم السماح بأي نشاط على أراضي الدولة في إطار زعزعة استقرار دولة أخرى. وهذه هي المبادئ المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة والتي نسير عليها ونعتمدها، ونتوقع في كل علاقاتنا أن تبادلنا الدول نفس هذه المبادئ. هناك تمثيل دبلوماسي على الجانبين على مستوى القائم بالأعمال، ويتم من خلاله الحوار السياسي الطبيعي في نقل الرسائل، في إدارة العلاقة، في توصيل ما نراه متصل بالعلاقات وما نجده من آراء نحتاج إلى توصيلها إلى الجانب التركي. وينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من إسطنبول الدكتور عبد المطلب إربا الأكاديمي والمحلل السياسي التركي. أحييك دكتور، كما أحيي ضيفي عبر الهاتف من القاهرة السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك معنا سيادة السفير، لكن أبدأ من إسطنبول مع الدكتور عبد المطلب. دكتور عبد المطلب، لعل البعض غير متفهم لطبيعة العلاقة الآن بين أنقرة والقاهرة. أنقرة في كل حديثها عن مصر حديث ودي للغاية، قدمت للقاهرة الكثير على الأقل من غلق بعض القنوات الإعلامية ومنع الإعلاميين حتى من ممارسة حقوقهم على وسائل التواصل الاجتماعي. في المقابل القاهرة بدأ أنها لا تقدم أي شيء، متمنعة عن السير في هذه العلاقة. فهل هناك تفسير لذلك؟ مساء الخير من اسطنبول. في الحقيقة تركيا هي واضحة صريحة في مد يدها إلى دولة لها علاقات أخوية ثقافية تاريخية مع تركيا. تركيا واضحة وهي تريد مصلحة نفسها ومصلحة الدولة، هي لها علاقات كما قلت على كل مستويات. تركيا واضحة، تركيا في الحقيقة صريحة، لكن نحن نعرف هناك تفسير لموقف المصري المتمنع على هذا. هو ممكن نفسر على تفسيرين. هناك في الحقيقة تركيا مع أنها صريحة، لكن مصر هي تريد أن تكسب الشعبية من خلال عدم إقبالي على هذا الطلب. هي تريد أن تكسب شعبية في داخلها، هذا أولا. ثانيا نستطيع نقول هناك ربما تدخل من دول الجيران. نستطيع نقول دولة مثلا إسرائيل هي التي الآن توجه مصر أو لا تسمح بها نوعا ما، لأن نحن نعرف تركيا أمامها بدائل. تركيا تستطيع أن تتحالف مع إسرائيل وتمشي كل علاقاتها حول ما يتعلق بالنقل الغاز وطاقة وغير ذلك الثروات في بحر المتوسط. تركيا تستطيع أن تمشي من البدائل، لكن تركيا في الحقيقة هي دائما تريد أن تتابع المصلحة المادية والمعنوية. تركيا لها مصلحة مع إخوانها، دولة الشقيقة، دولة حقيقة لها أخوية مع مصر. تركيا لا تريد تمشي مع إسرائيل، مع أن إسرائيل تريد دائما تمشي وهي تمدد تقدم كل شيء لتركيا حول التحالف. لكن نعتقد هناك تدخل، هناك بعض ربما ضغوطات من قبل سواء من إسرائيل أو من ربما دول خارجية مثل دبي غير ذلك. ونحن نعرف أن هناك في الحقيقة بعض الضغوطات على مصر وهي تتجنب، لكنها في الحقيقة تريد. ونعرف أن
مصر هي التي أرسلت الرسالة الواضحة لما هي أعلنت عن إعلان ترخيص للمنطقة في داخل البحر المتوسط. هي احترمت في الحقيقة حدود تركيا، هذه كانت الرسالة الواضحة لتركيا، لكنها في الحقيقة تجنب. ربما هناك بعض الضغوطات أو هناك طيب بعض الهبطات. ابقى معي دكتور لأني سأعود إليك في هذه النقطة، لكن سيادة السفير عبد الله الأشعل، تمنع القاهرة يعني على الأقل لا تبادل مع أنقرة هذا الغزل الواضح من وهذه الخطوات من قبل أنقرة بنفس القدر، هل هذا معناه أن القاهرة لا تريد خطوة إيجابية تجاه أنقرة، أو أنها تمارس عليها ضغوط من قبل دول في الإقليم حتى لا تقوم بتطوير علاقتها مع أنقرة، أم ماذا من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد أنه القاهرة متمنعة لأن هناك الخلافات الأساسية لم تحل ولم يتفق على آلية لحلها. أما فيما يتعلق بمطلب مصر بوقف الحملات الإعلامية ضدها، فقد سرعت تركيا بذلك على حسن نية، وأعتقد أن هذه هي أضعف الحلقات في المطالب المصرية. ولذلك في المفاوضات الاستكشافية في القاهرة منذ أشهر كان هناك، أو يعني في بداية مايو الماضي كان هناك عناوين كبيرة، لكن كان اتفق على أن يتم التحاور في هذه العناوين بتفصيل. فالمسألة يعني عملية بروسيس، يعني ليست مسألة تشبيك فوري في العلاقات بين البلدين. هناك تشابك كبير بين عدد كبير من القضايا، هناك أطراف تريد أن تبقي مصر بعيدا عن تركيا وهم إسرائيل. طبعا إسرائيل هي المعادل الأساسي في هذه المنطقة، تستطيع إسرائيل ترى أن مصلحتها في عزل مصر وعزل تركيا أيضا. ولذلك فإن الصراع بين المشروعات الثلاثة التركية والإيرانية والإسرائيلية حسمت إلى حد ما في مايو 2010 عندما وقعت حادثة نافي مرمرة في البحر المتوسط في محاولة تركيا لكسر الحصار عن غزة. تركيا علمت أن هناك حدودا لتقدمها في المسألة الفلسطينية. مصر بالمناسبة يعني سيادة السفير أقرب لمن الآن، لإسرائيل أم لتركيا؟ مصر أعتقد أنها أقرب إلى إسرائيل. أقرب إلى إسرائيل. طيب هل تعتقد أن مصر يعني من الممكن أن تتراجع بسبب الضغوط، سواء كما ذكرت أنت الضغوط الإسرائيلية أو من دول عربية أخرى، ولا تطور علاقتها مع تركيا؟ هو الحقيقة العامل الأكبر من الضغوط الفرعية هو الاتفاق على المسائل الأساسية. ولذلك فإن تصريح وزير الخارجية المصري لابد أن يؤخذ مأخذ الجد. يعني الأستاذ سامح شكري عندما قال إن العلاقات في هذه المرحلة يمكن أن تظل على مستوى القائم بالأعمال، معنى ذلك أن القاهرة ليست متحمسة لرفع مستوى التمثيل إلى مستوى السفارة كما كان في الماضي. والسبب في ذلك هو عدم الاتفاق على القضايا الأساسية. مثل ماذا؟ ما هي القضايا الأساسية سيادة السفير؟ القضية الأولى هي غاز المتوسط. غاز المتوسط مصر أرسلت رسالة ربما تكون غير مقصودة إلى تركيا، فتلقفتها تركيا وسارعت إلى الاتصال بمصر. مين محتاج لمين؟ هل تركيا اللي محتاجة لمصر ولا مصر محتاجة لتركيا؟ أنا أعتقد أن هناك مصالح مشتركة، وفي مداخلة مع التلفزيون التركي قلت أن القاهرة ربما تريد الاعتراف بنظامها الذي وقع في عام 2013 وعرضته تركيا واسمته انقلاب عسكري.
القاهرة لا ترتاح لهذه التسمية. خلاص، ما هو مسألة التسمية انتهت النهاردة. كل المسؤولين، معظم المسؤولين الأتراك بيتحدثوا بود عن مصر وعن النظام بشكل عام. ما بقاش في سيرة الانقلاب عسكري أو غير انقلاب عسكري. نعم، هو القضايا الأساسية الحقيقة أجملت في بشكل غامض في البيان المشترك الذي ظهر عقب مفاوضات الوفد التركي في القاهرة في مايو الماضي. ابقى مع سيادة السفير. دكتور عبد المطلب، البعض يقول ما مصر لا تريد أكثر، لا تريد من تركيا أكثر مما فعلت تركيا، فكرة القنوات الإعلامية المعارضة، وبالتالي مصر الآن من المفضل لها ألا تذهب أكثر من ذلك مع تركيا وتغضب حلفائها الأساسيين والرئيسيين في المنطقة. فهل تسرعت تركيا بإعطاء مصر كل ما تريده على الأقل في المرحلة الحالية ولم تأخذ شيء في المقابل؟ يعني في الحقيقة هناك نقاط مشتركة كثيرة ممكن اتفاق عليها. نحن نعرف أن الانتقال من مرحلة العداء إلى المرحلة التحالف هذا شيء غير واقعي، هذا صعب طبعا في هذه المرحلة البسيطة. لذلك ممكن المشي على النقاط المشتركة، والتركية في الحقيقة هي يعني انتبهت لما طلب مصر حول تخفيف اللهجة من خلال القنوات المصرية في داخل تركيا. تركيا في الحقيقة نبهت هذه القنوات وهؤلاء كلهم خففوا لهجاتهم نحو السياسة المصرية، لكن تركيا غير ذلك ماذا طلب من مصر؟ تريد في الحقيقة مصلحة مصر. مصر هي كانت خاسرة لما هي وقعت اتفاقيا مع اليونان. مصر هي كانت خاسرة مع حدودها مع ليبيا، هي في الحقيقة تجاوز ليبيا، وأن تركيا هي في الحقيقة حضورها أقوى بكثير مصر في داخل ليبيا. تركيا تريد أن تشارك مصر حتى في ليبيا، تكون هناك ملفات مشتركة العمل عليها. تركيا ايضا يعني دائما تقول يعني مصر هي بوابه على افريقيا لتركيا، لكن تركيا تريد ان تشارك خبرتها تجارتها، وتريد في الحقيقه ان تمدد يدها وتكون دولتين رئيسيتين في المنطقه، وهم الذين يحددون مصير النقل، مصير بحر المتوسط. تركيا لها بدائل كما قلت تستطيع. يبدو أن هناك مشكلة فنية لها المسلمين، لذلك هذه الملاحظات مهمة جدا. لا لكن اسمح لي دكتور، عفوا، أنت ذكرت كل ما تراه تركيا من مصلحة مصر. ممكن النظام في مصر لا يرى أن هذه هي مصالحه، سواء في شرق المتوسط أو في ليبيا، ومن الممكن أن يرى عكس ذلك تماما وعكس وجهة النظر التركية، وبالتالي النظام كان كل ما يريد وقف هذه الحملات الإعلامية داخل تركيا على النظام، وتركيا قامت يعني بهذا الدور. فلماذا أقوم الآن أنا بتطوير العلاقة معك؟ يعني ماذا أريد منك؟ لأن تركيا في الحقيقة هي تفكر مصلحة العالم الإسلامي. تركيا الآن تعرف هناك متغيرات عالمية، هناك سياسة جديدة مع بايدن، هناك خطر الشرقي الصيني على العالم، هناك خطر روسي على الامتداد على البحر المتوسط وفي الشرق الأوسط. تركيا تريد في الحقيقة أن تحسن علاقاتها مع الخليج، حتى كونك زيارة وزير الخارجية للسعودية وإلى قطر وإلى الكويت حتى إلى مصر، بدأ هناك علاقات. تركيا تريد في الحقيقة أن تجمع العالم الإسلامي وتحسن علاقات ويهتمون بقضايا خاصة بهم، وإلا في الحقيقة تركيا لها بدائل كثيرة، لها إمكانية أن تتمد إلى روسيا وإلى إيران وإلى الصين غير ذلك. تركيا دولة لها قوة في الإقليم، لا يمكن الإخلاء عنها في ناتو ولا علاقات مع روسيا وحتى مع أمريكا والغرب. وبالتأكيد مصر أيضا لها علاقات سواء مع إسرائيل ومع أمريكا ومع روسيا ومع الصين في المقابل. يعني كل دولة في النهاية لها أوراق قوة. سيادة سفير الأشعل، إجمالا كيف ترى يعني سياق الأمور؟ هل فعلا من الممكن أن نرى تقارب حقيقي مصري تركي خلال الفترة القادمة؟ أم تستبعد ذلك؟ أنا أرى أن العلاقات بين الطرفين لو سارت سيرا حسنا يمكن أن تؤدي إلى عدم الصدام، لكن ليس التقارب ولا التحالف. مستوى التقارب موجود في العلاقات الدولية عالي 15 سلم، بيبدأ بإزالة مسببات الصراع ثم ينتهي بالتحالف.
وكذلك في 15 سلم درجة في التوتر. تبدأ الأول بالتوتر البسيط ثم تنتهي بالحرب. العلاقات بين مصر وتركيا تتداخل مع القضايا الإقليمية الكثيرة التي تحيط بالمنطقة. ما ذكره الصديق التركي ليس أولويات مصر مطلقا، إنها تمنع النفوذ الصيني أو تمنع النفوذ الروسي أو إنها يبقى لها سياسة في البحر المتوسط أو في البحر الأحمر. مصر لها توجه في هذه المرحلة بالتنسيق مع السعودية والإمارات. طبعا السعودية والإمارات اتهموا من جانب تركيا بأنهم كانوا ضالعين في محاولة الانقلاب العسكري في 2016. هذه المسألة يعني التقارب التركي السعودي يسهل ويصب في مصلحة التقدم العلاقات المصرية التركية، لأن التوتر بين تركيا وبين دول الخليج اللي هي متحالفة مع مصر أو يعني كانت متحالفة في الماضي قبل سد النهضة، فأنا أعتقد أنه ده يصعب المسألة. أنا أرى أن مسيرة العلاقات المصرية التركية تحتاج إلى إرادة سياسية من جانب الطرفين والاتفاق على المصالح المشتركة الأولى بالاهتمام في المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك يتطرقوا إلى المسائل الخلافية البسيطة التي يمكن تسويتها على هامش الاندفاع نحو العلاقات المتينة. نعم، السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك، كما أشكر ضيفي من اسطنبول الدكتور عبد المطلب أربة الأكاديمي والمحلل السياسي التركي.